عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يمكن كما استمعنا لجانب من كلمة السيد الرئيس تحدث عن أن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك، علاقات قوية في طموح من الجانبين لتوسيع أفاق هذا التعاون يا فندم. في البداية طبعا مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على السادة المشاهدين. هو بالفعل مصر من أوائل الدول اللي تعاملت مع دولة البوسنة والهرسك، وكان وقت القتال الداخلي في البوسنة والهرسك الحرب الأهلية كان هناك كتيبة من الجيش المصري كانت لحفظ السلام داخل سراييفو، وكانت هذه الكتيبة على أكبر درجة من الكفاءة وكانت بتقدم الخدمات في وقف إطلاق النار أو مراقبة وقف إطلاق النار. وعلى الجانب الآخر كان ليها دور إنساني مهم جدا، وكان الدور الإنساني ده من خلال تقديم المعونات وأيضا من خلال العيادات الطبية المتنقلة. إذن كان في تقارب كبير بين شعب البوسنة وسراييفو مع الكتيبة المصرية لدورها. ومصر أيضا من أوائل الدول اللي أقامت سفارة لها في سراييفو قبل اتفاقية دايتون للسلام التي عقدت في البوسنة والهرسك. ثم على مدار الفترة الماضية أيضا كان هناك تقارب شديد بين الدولة المصرية والبوسنة والهرسك. طبعا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد طبعا على عمق العلاقات بين الدولتين، وعلى ان الدولة المصرية بتتعامل مع المكونات اللي موجودة داخل البوسنة والهرسك. احنا معروف ان هناك العديد من الاعراق داخل البوسنة والهرسك، في العرق الصربي، في العرق الكرواتي، في العرق ايضا البوسناقي. اذا في ثلاث اعراق مختلفة داخل البوسنة والهرسك، مصر قادرة على التعامل معهم لان هم ينطووا تحت مجلس رئاسي واحد، ومصر بالطبع تقيم علاقات قوية. من المعروف طبعا أن مصر خلال الفترة الماضية العشر سنوات الماضية انفتحت على جميع دول العالم وعلى الدول من أجل طبعا إقامة علاقات متوازنة والاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول بعضها لبعض. طبعا النهاردة هذه الزيارة هي زيارة مهمة لمصر، تأكيد على زي ما بقول لحضرتك على عمق العلاقات بين الدولتين، وده اللي أكده أيضا رئيس المجلس الرئاسي البوسني النهاردة في كلمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا على تقديره لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر لأن هي أصبحت القوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط. طبعا طيب أستاذ جميل، بين القاهرة وسراييفو الكثير من التوافق في وجهات النظر حيال الكثير من القضايا، ولعل أبرزها والقضية الأهم في هذا التوقيت هي القضية الفلسطينية. انعكاس هذه الزيارة على مجريات الأحداث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من وجهة نظرك يا فندم؟ هو طبعا في تطابق طبعا في وجهات النظر بين أو في الرأي والرؤية بين مصر والبوسنة والهرسك في القضية الفلسطينية. من المعروف طبعا أن الدور المصري هو أهم دور على مستوى العالم في الوقت الحالي للوقوف بجانب القضية الفلسطينية. مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع خلال الفترة الماضية من 7 أكتوبر حتى اليوم أنه هو يغير وجهة النظر العالمية فيما يحدث داخل قطاع غزة، أنه ليس دفاعا عن النفس كما تدعي إسرائيل، ولكنه محاولة لإبادة شعب بأكمله، محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، تهجير قسري. كل جرائم الحرب وكل جرائم ضد الإنسانية بتنفذ في قطاع غزة. وجهة النظر طبعا المصرية هي اللي أصبحت هي الأساسية أمام العالم في الوقت الحالي بعد أن تحقق من العالم والدول الكبرى من كذب ادعاءات طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي والحكومه الاسرائيليه. مصر ايضا كان ليها دور مهم جدا في دخول المساعدات، وهو ده اللي لقى تقدير واحترام كل دول العالم لما تقوم به مصر من تقديم معوناتها والمعونات لقطاع غزه من خلال طبعا المعبر. احنا عارفين ان كان في المعبر في الاول كان فيه ازمه بتسعى الى تنفيذها اسرائيل، لكن مصر استطاعت ان هي تضغط على الدول الكبرى والدول الفاعلة وعلى إسرائيل وأنها استطاعت أن هي تدخل المساعدات. ولما اكتشفت مصر أن هذه المساعدات لا تكفي
الجانب الفلسطيني بشكل كبير. مصر اتجهت ايضا لاسقاط المساعدات عبر الجو لاهالي قطاع غزه في شمال القطاع. مصر سعت بشكل واضح وصريح الى تحقيق المحاوله دخول اكبر قدر من المساعدات مع علاج المصابين الفلسطينيين وفتح المعبر لدخولهم وعلاجهم في داخل الدوله المصريه. كل ده قدرت تنفذه الدوله المصريه رغم الضغوط الشديده اللي كان بيمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه وعلى المعبر من جهه طبعا رفح الفلسطينيه ومعبر كرم ابو سالم. اذا مصر كان ليها دور مهم جدا، لاقت تقدير واحترام كل دول العالم ومن بينها طبعا الدوله او جمهوريه البوسنه والهرسك، وده اللي اكد عليه الرئيس المجلس الرئاسي للبوسنه والهرسك على الدور المصري وعلى توافق وجهات النظر فيما يحدث امام الاحتلال، جيش الاحتلال الاسرائيلي تجاه قطاع غزه. طبعا في الوقت الحالي مصر بتسعى بشكل كبير جدا لتشكيل راي عام عالمي من اجل وقف العمليات العسكريه بشكل فوري في الوقت الحالي والوصول الى هدنه. هذه الهدنة طبعا تكون هدنة ممتدة، والأهم من ذلك طبعا بعد الوقف الفوري للعمليات العسكرية هو حل القضية الفلسطينية بشكل حاسم. وفكرة الوصول إلى دولة بحجم البوسنة والهرسك أستاذ جميل في جنوب شرق أوروبا، ده بيعكس بالطبع الكثير من الرسائل اللي بتأتي في إطار الرؤية المصرية والنقطة اللي حضرتك تحدثت فيها المتعلقة بمحاولات الدولة المصرية وسعيها لحشد مختلف الآراء العالمية والأوروبية وغيره يا فندم. بالطبع انها توصل للبوسنه والهرسك وتوصل للعديد من دول العالم، اذا ده التاثير الدبلوماسي المصري والتاثير الرئاسي المصري تاثير واضح، ومدى وصل الى اغلب دول العالم في كل القارات. اذا هناك تاثير مصري واضح، هناك رؤيه مصريه واضحه، هناك ايضا اقتناع تام من هذه الدول بأن مصر هي الدولة الصادقة في منطقة الشرق الأوسط، الدولة التي تعلم حقيقة الأمر وحقيقة ما يحدث في قطاع غزة، أن مصر هي اللي بتحمل القضية الفلسطينية على عاتقها وهي اللي تقول الحقيقة دائما فيما يحدث في القضية الفلسطينية، لأن دي من سنة 48 من وقت الاحتلال حتى الآن مصر هي التي تحمل هذه القضية في كل المحافل الدولية. ولو شفنا حتى من قبل 7 أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة وفي لقاءاته المستمرة بقادة العالم وزعمائها يتحدث، أول شيء يتحدث عنه هو حل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تكون له دولة على حدود 4 يونيو 67. هي دي الثوابت المصرية اللي بتسير عليها التي لم تحيد عنها خلال العشر سنوات الماضية ولم تحيد عنها أيضا من يوم 7 أكتوبر حتى الآن. الثوابت المصرية، الوقف الفوري للعمليات العسكرية، رفض التهجير القسري، رفض تصفية القضية الفلسطينية، العمل على دخول المساعدات، وأيضا حل القضية الفلسطينية بإيجاد دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. هو دي الثوابت المصرية اللي بتسير عليها. لهذا السبب هناك احترام كبير جدا من كل دول العالم تجاه الدولة المصرية، وأيضا اقتناع تام بكل الرؤية المصرية في هذا الإطار. طيب أستاذ جميل، فيما يتعلق بالعلاقات بين القاهرة أو مصر والبوسنة والهرسك، في الحقيقة زي ما قلنا في بداية حديثي مع حضرتك إن في طموح من الجانبين لفتح آفاق جديدة فيما يتعلق بهذه العلاقات، أي شكل أو الأطر اللي هتتحرك فيها الدولتين لتوسيع نطاق هذا التعاون يا فندم؟ هو بالطبع المجال الاقتصادي هو مجال مهم جدا، ومحاولة لزيادة التبادل التجاري بين الدولتين ده من اهم طبعا الاطر اللي فيها. على الجانب الاخر ايضا النقطه الثانيه المهمه، النهارده الرئيس اعلن عنها ان هو بدء الطيران المباشر بين سراييفو والمناطق السياحيه في مصر زي الغردقه والمناطق السياحيه. كل ده اطر عديده بتسير عليها الدوله المصريه مع البوسنه والهرسك من اجل زياده التبادل التجاري، زياده التبادل الاستثماري، ايضا
السياحة، وده شيء مهم جدا. بجانب بقى القضايا الأخرى اللي هي القضاء على مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، والتأكيد على أن مصر كان ليها تجربة مهمة جدا في القضاء على التنظيمات الإرهابية، أيضا الدور المصري المهم في وقف ومنع عمليات الهجرة الغير شرعية اللي كانت بتنفذ خلال السنوات الماضية، واللي كانت بتأثر على دول جنوب وشرق أوروبا وجنوب الشمال المتوسط. إذن في تنسيق كامل بين الدولتين. في أيضا مصر بتفتح مجالات استثمارية واقتصادية مع العديد من الدول اللي ما كانش فيه بينها وبينها تبادل أو مصالح تجارية مشتركة بين الدولتين، وده يأتي في إطار السياسة المصرية والاستراتيجية المصرية في تعاملها مع دول العالم. فتح أسواق جديدة، فتح مجالات جديدة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية أيضا. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة.